السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشتبهين الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مباشرة من الخشانية، واحد عملية الهدم متواصلة هنا في جنبات الخشانية كما كتوضح الصورة. الأرقام في ارتفاع متواصل، وحنا الآن كنتواجدوا بين المشروع ديال القدس واحد وطريق الساقية. طريق الساقية طريق شارع طارق بن زياد اللي كتدي لجهه المارشي القديم، واللي في نفس الوقت كدينا لجهه القروش. فدابا غادي نمشيو نشوفوا العمليه ديال الهدم فين غادي تتجه ان شاء الله، ونقربوكم من كل كبيره وصغيره. كما كتشوفوا عمليه الهدم شملت مجموعه من البراريك في الخشانيه واحد، وغادي نشوفوا العمليه كتستمر في مجموعه من النقاط. بالنسبه للخشانيه تابعه للملحقه الاداريه السابعه، الملحقه الاداريه السابعه اللي كتواجد في المسيره جوج، وغادي نحاول نقربكم ان شاء الله من كل كبيره وصغيره. خليكم معنا. كما كتشوفوا متتبعينا الكرام، فعمليه الهدم متواصله، عشرات البراريك هنا بالخشانيه واحد، فغادي نحاول نقربكم من كل كبيره وصغيره. دائما من قلب الخشانية رقم واحد في عملية الهدم متواصلة، ودي الأجواء كنشوفوا أن العملية غادية ديال الهدم في واحد الجو اللي هو عادي جدا، الأمورات بواحد الطريقة اللي هي مزيانة. اللي صراحة كاين بعض الأسر اللي كيبقاو استثناء، أسر اللي مساكن ما عندهمش، وهذا كنتمنى من الله هاد الحالات يتخادوا بعين الاعتبار. فكما كتشوفوا معنا الخشانية رقم واحد في عملية الهدم متواصلة. كذلك دوار البشير اللي كيتواجد في جنب الشيقة في عملية الهدم كذلك متواصلة تما. الأرقام في ارتفاع متواصل. اليوم كنهضرو بالأرقام، فكنهضرو على ما يفوق 100 براكة اليوم في مدينة تمارا اللي كتريب بين الملحقة الإدارية الأولى والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة. كنهضروا على مجموعة من البراريك اللي كتشملها عملية الهدم. فدائما مباشرة من الخشانية، خشانية واحد، غنحاولوا كل مرة ناخذ لكم ملحقة إدارية ونعطيو الأرقام الإجمالية بالنسبة لعملية الهدم. اليوم كنهضروا على أزيد من 100 براكة، 100 براكة. عندنا تقريبا واحد 52 براكة في جامايكا، 52 براكة كتريب دابا في جامايكا اللي تابعة للملحقة الإدارية الثانية. عندنا في نفس الوقت عملية الهدم في الملحقة الإدارية السابعة احنا في الخشانية، وكذلك دوار موسى ودوار البشير، مجموعة من النقاط المتفرقة. في نفس الوقت اللي كنهضروا على عملية الهدم هنا كنهضروا عند القائد رشيد، كذلك الملحقة الإدارية الثالثة، العشرات من البراريك، واحد 32 براكة، بنايات متواصلة، الأمور كلها غادية. فنتمنى من الله الأخذ بعين الاعتبار الأسر اللي وليداتهم باقي كيقراو ومقبلين على اجتياز امتحانات ومجموعة من الأمور، فنتمنى من الله الخير والتيسير. والناس اللي عندهم ديور الكرة اتقوا الله في خوتكم، لأن مرحلة صعبة، مرحلة اللي ماشي سهلة وفايتة، لأن شفنا بعض الناس كيكريو ومفوتين في الكرازين واحد 1000 درهم 800 درهم 900 درهم، فرعيب وعار نشوفوا بحال هاد الأمور في الوقت اللي خاصة بنادم يمد يد العون، كنشوفوا كيمد حاجة أخرى. فعملية الهدم متواصلة بمدينة تمارا، القرعة كذلك متواصلة، وحطينا لكم الملخص اليومي بالملحقة الإدارية الخامسة بحضور السيد القائد تيفا اللي دوز اليوم ثلاثة ديال الدواور في القرعة. فنتمنى من الله كذلك أصحاب الزواج الحديث واللي عندهم مشاكل في الملفات ديالهم تسوى الوضعية ديالهم تاهما، باش إن شاء الله يكونوا من الناس اللي غادي يقضيو الغرض ديالهم إن شاء الله. استئناف عملية الهدم هنا بالخشانية رقم واحد، خليكم معنا متتبعينا الكرام، نقربوكم من كل كبيرة وصغيرة. فكنشوفوا أن العملية مستمرة. متتبعينا الكرام، دائما مباشرة من مدينة تمارا عملية الهدم مستمرة. عملية الهدم مستمرة هنا بالملحقة الإدارية، الملحقة الإدارية السابعة. كما كتشوفوا معنا الجي سي بي غادي مع الأمور خطوة بخطوة.
صراحه كنشوفوا مجموعه من الامور غادي تغير في مدينه تماره، حتى حال ما كيدوم هذه هي الحقيقه اللي ولينا كنشوفوا هذه الايام. ولعل خير دليل دوار الناصر الشمالي ودوار ال الحارث اللي ولينا كنشوفوا في واحد الحله جديده. فنتمنوا من الله الخير للساكنه ديال دور الصفيح اللي ما دوزوش القليل في البراكه، اللي دوزوا الحلوه والمره كيف ما كنقولوا. فنتمنوا من الله الخير لهم كاملين يا ربي. هذا هو اللي كاين، عملية الهدم متواصلة هنا بالملحقة الإدارية السابعة. كما كنشوفوا مجهودات كبيرة يعني من الناس اللي مكلفين بعملية الهدم. غادي نشوفوا ان الجي سي بي غتزيد شوية لقدام على اساس باش تقرب. الى هنا متابعينا الكرام ومن قلب دوار الخشانيه واحد، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونتلاقاو فيديو جديد مع الجديد ديال ملف قاطني دور الصفيح مدينه تماره. السلام عليكم.